جزائر ومغرب شعب واحد وتقاليد وحده واخلاق وحده. بالنسبه للقرار، القرار هو غير حكيم، لانه الناس اللي كيحكموا في الجزائر يعني الى نظرنا للمصالح الشعوب، هذا القرار ماشي في صالح الشعب الجزائري وماشي في صالح الشعب المغربي، لانه كما قلنا هو شعب واحد وتقاليد وحده وثقافه وحده ودين واحد والجرى عار الجار على جارو. هنا هذه مساله المغرب ما تضروا حتى شي حاجه بالنسبه لهاد الجزائر، تقطع العلاقات ولا ما تقطع العلاقات، المضرور الاكبر انه هو السياسه الجزائريه خصها تكون سياسه حكيمه. وبالنسبه للجزائر راه هي اللي خاسره في هاد لافير هادي، راه باينه معها، لان حنا مدينا ليهم يدينا مره وجوج وثلاثه وما بغاوش، فهمتي، هما كانوا كيحفروا في جهات اخرين ولكن ما عندهم ما يعملوا، هما اللي خاسرين. حنا ما كرهناش ما بين الشعوب المغرب والجزائر يكون مزيانين ويكونوا وتفتح الحدود، ولكن هما ملي قروا هذا القرار وما يعرفوا شنو يديروا. ما الانسان جاهل على الواقع، لانه كنت متمسك بالواقع العروبه كامل خصنا نكونوا خوت من طنجة حتى امريكا، ومن امريكا حتى اسيا، ما كاينش الفرق بيناتنا اللي كيقولوا الله اكبر كامل خاوه، ولكن كثرت الحقد اللي في قلوب بعضياتنا بعض على بعضنا بعض، كل واحد كيجر يعني الجهه ديالو، ومصلحه عامه ما كايناش. اش من فرق بين الجزيري وبين المغربي؟ دوله دوله، شعب شعب، حنا خصنا نكونوا متخاويين، ماشي غير مع الجزائر، مع العالم العربي والاسلامي كامل، ولكن يا للاسف اللي غيقول الواقع ما كاينش، هذا هو المورال ديالي. بالنسبه للقرار الاخير اللي اتخذته الحكومه الجزائريه بقت العلاقات الجزائريه مع المغرب، انا كنشوف بان هذه مساله كتضر بكل ما هو عربي اولا. علاش؟ لان كل دول العالم الان كتكتل وكتتحد باش تعمل اتحادات اقتصاديه معينه، بحال الاتحاد الاوروبي، بحال الاتحاد جنوب شرق اسيا، بحال الا الدول العربيه للاسف هي دول الان اكثر ما هي متشردمه واكثر ما هي متفرقه، هي تسعى اكثر الى هذا التفرق، وللاسف كيبقى الخاسر الاكبر هو الشعب الجزائري والشعب المغربي كذلك. وكنتمنى ان شاء الله ربي يبدل الحال بحسن من هذه الحاله ان شاء الله، وتكون شي حكومه جزائريه اخرى اللي عندها تطلعات اخرى للمستقبل اللي ممكن انها تعيد النظره في هذه القرارات اللي هي انا كنشوفها قرارات هوجاء للاسف. وكنشوفوا بانه جلاله الملك يعني كيعطيهم اشارات تلو الاشارات، والناس في الجزائر ما متقبلينش، الناس اللي كيحكموا في الجزائر ما متقبلينش هذه المساله، لانه ماشي في صالحهم كحكام، وكانوا حكام في خدمه الشعوب ديالهم ما غاديش يتخذوا هذا القرار، لانه قرار ما نقدروا نقولوا عليه الا قرار يعني متسريع متشنج بزاف عشوائي. لهذا كندعيو هاد الحكام ديال الجزائر يراجعوا الحسابات ديالهم ويكونوا في خدمة هذاك الشعب اللي يعني ما يستحقش هذا التسيير وهذا الفوضى اللي يعني نقدروا نقولوا انها فوضى في السياسة الجزائرية. يعني في عهد بوتفليقة كانت شوية الحكمة وكان شوية ديال التبصر، أما الآن تيبان لي بأنه العشوائية كتحكم على الموقف الجزائري وعلى القرار الجزائري. رسالة للشعب الجزائري، يشوفوا شنو يديروا انتخابات أخرى ويعاودوا من جديد يديروا شي حاجة اللي هي خصها الدار. والشباب ديال دابا راه قادر على كل شيء تقريبا، حنا كان دابا دول العالم كاملين كيعتمدوا على الشباب وعلى التشبيب، بحال المغرب، يشوفوا غير المغرب ويشوفوا الإصلاح اللي عندنا في البلاد، فهمتي، الإصلاحات اللي دارت في البلاد غير من 2000 دابا راه 90% ديال الإصلاح دارت في البلاد، حتى هما يشوفوا هذا الشيء وينوضوا ويطالبوا بالإصلاحات ديالهم. الله تعالى وتبارك كيقولنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناكم شعوبا وأبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا إلا تبعدنا هذا التوحيد، وإلا تقربنا غيكون التوحيد، إذا ما السبب اللي جعلني نتهرب منك أو ما السبب اللي جعلك تهرب مني؟ إذا خصنا المسؤولين يوضعوا بعضهم بعض في الطاولة ويعرفوا الحل شنو هو. اما المسؤولين اذا كل واحد عمل واحد الاسلوب خاص به وما جلسش على الحوار ما غيكونش كاينه الحل يا اخي، هذه اي واحد غادي يعرفها. المغرب ينتهج سياسه اليد الممدوده، اليد الممدوده للجميع، سواء جنوبا او شمالا، سواء في افريقيا ولا اوروبا ولا جميع دول العالم.
ولكن للاسف الجزائر احنا ما فهمناش يعني هاد الشرذمه الحاكمه، هاد الفئات القليله اللي كتحكم في الدواليب ديال القرار السيادي والسياسي في الجزائر، ما فهمناش انا واش كتفكر، واش باغي الخير للشعب ديالها، واش هي تريد ان تحقق اتحادا مغاربيا الذي يحقق الرفاهيه والسعاده والاستقلال الاقتصاديه وما الى ذلك بالنسبه لشعوب المنطقه، او انها ما كتتخذ القرارات في الهوجاء والخرقاء اللي لن تصل بهذه المنطقه الا لما لا يحمد عقبه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.